أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام. أتمنى من الله القدير أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما أبدأ نشرة إخبارية جديدة، فأتمنى من حضراتكم أنكم تنزلوا تشتركوا في القناة من زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل زر التنبيهات علشان يصلك كل جديد. معنا نشرة إخبارية جديدة مكونة من العديد من الأخبار المهمة لأصحاب المعاشات، أصحاب العلاوات الخمسة، موعد صرف معاشات شهر فبراير 2020، وكمان في أخبار سعيد عن معاشات الأرامل. معنا الخبر الأول من جريدة اليوم السابع وبعنوان: البرلمان يلجأ لإعداد تشريع جديد لحل إشكالية ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات. الخبر الثاني: إعادة تسوية معاش الأجر المتغير موعد صرف معاشات شهر فبراير لغير المستحقين للمعاش، تعرف على تفاصيل إيقاف معاشك. قانون المعاشات يمنح الأرملة حق الآتي: تسجيل أول مخالفة لوزيرة التضامن الاجتماعي. هنبدأ نشرتنا بأول خبر معانا من جريدة كايرو بلس. الخبر بعنوان: تسجيل أول مخالفة لوزيرة التضامن الجديدة في حق أصحاب المعاشات. تفاصيل الخبر كالآتي: ما زالت وزارة التضامن تمارس مخالفات في حق أصحاب المعاشات، ما يساهم في ضياع بعض حقوقه. لذلك تقدم النائب محمد فؤاد بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي بشأن عدم صدور قرار بتشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات والمعاشات ومخالفته، وذلك لنص المواد 8 و9 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019. أوضح فؤاد إن المادة 8 من القانون نصت على أن يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية كما يكون الاستقرار الفني والمالي والإداري. وبيّنت المادة 9 من القانون نفسه تشكيل مجلس إدارة الهيئة، حيث صدق رئيس الجمهورية على القانون في أغسطس 2019، والذي يكفل تعيين رئيس مستقل لهيئة التأمينات الاجتماعية لأول مرة غير وزير التضامن الاجتماعي، وذلك اعتبارا من يناير الجاري. أضاف فؤاد أنه على الرغم من نصوص القانون الواضحة، إلى أنه حتى الآن تقوم وزيرة التضامن الاجتماعي بدور رئيس مجلس إدارة الهيئة بشكل مؤقت، مما يمس باستقلالية الهيئة ويخالف الدستور والقانون، مطالبا بالوقوف على الأسباب الحقيقية حول حقيقة عدم صدور قرار بتشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات والمعاشات. ده كان الخبر الأول معنا النهاردة. الخبر الثاني من جريدة الواقع وبعنوان: موعد صرف معاشات شهر فبراير 2020. تفاصيل الخبر كالآتي: طبقا لما نشر في الجريدة موعد صرف معاشات شهر فبراير، ينتظر الملايين من المصريين موعد صرف معاشات شهر فبراير 2020 التي تصرفها وزارة التضامن الاجتماعي لما يزيد عن 8 مليون قائم بالصرف بقيمة تتجاوز 15 مليار جنيه. تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في صرف المعاشات يوم السبت الموافق 1 فبراير حتى يتم صرفها إلى مجموعة من الدفعات الأولى عن طريق ماكينات الصراف الآلي الATM، والثانية يتم صرفها من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها. وتشكل الوزيرة نيفين القباج غرفة عمليات مركزية تعمل وفق الآليات محددة تتركز على سرعة الأداء لمتابعة صرف المعاشات وتذليل جميع العقبات أمام أصحاب المعاشات. أكدت الوزيرة إنه يتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاته. كانت نيفين القباش قررت صرف جميع مستحقات شهر يناير 2020 بصورة مبكرة اعتبارا من اليوم الأول بدلا من اليوم العاشر، وذلك بالاحتفال برأس السنة وعياد الميلاد المجيد. ده كان الخبر الثاني معنا النهاردة في النشرة. أما بخصوص الخبر الأول وهو الأساسي في نشرتنا وبعنوان: البرلمان يلجأ لإعداد تشريع جديد لحل أزمة العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات،
أعضاء لجنة القوى العاملة يتقدمون بمشروع قانوني إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير لصرف العلاوات بأثر رجعي من أول يوليو 2006. تفاصيل الخبر كالآتي: لجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى إعداد وتقديم تعديل تشريعي لحل مشكلة ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات الذين لم تضم لهم هذا العلاوات منذ أول يوليو من عام 2006، وذلك بعدما أكد ممثلي الحكومة للجنة خلال اجتماعها يوم الأحد الماضي أن صرف هذا العلاوات لأصحاب المعاشات منذ عام 2006 بضم آخر خمس علاوات لأصحاب المعاش في تاريخ انتهاء خدمته يتطلب تشريع جديد، وبالتالي تقدم أعضاء اللجنة بمشروع قانون لضم هذا العلاوات، وفي حالة مناقشته في المجلس وإقراره سيتطبق بأثر رجعي. في هذا الصدد تقدم النائب محمد وهاب الله عضو لجنة القوة العاملة بمجلس النواب بمشروع قانون المجلس بشأن إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للمستحق اعتبارا من 1/7/2006 للمؤمن عليهم ممن تسري بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من 1/7/2006 وما بعدها زيادة بواقع 80% من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى الأجر الأساسي كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة 99 لقانون 2018. وقع على مشروع القانون 61 عضو من مجلس البرلمان من بينهم رئيس وأعضاء لجنة القوة العاملة بمجلس النواب ونواب آخرين، ويستهدف المشروع حل إشكالية ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات وخاصة بعد صدور حكم قضائي بشأن ضم هذه العلاوات، وما أثرتها الحكومة بأن تنفيذ منطوق الحكم سيترتب عليه نقص قيمة المعاشات لأن حساب العلاوة الخاصة في معاش الأجر المتغير لن يكون بكامل قيمتها، وإن ضمها يستوجب إصدار تشريع جديد ينظمها. نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يعاد تسوية معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/7/2006 للمؤمن عليهم الذين تشري بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من 1/7/2006 وما بعدها زيادة بواقع 80% من قيمة آخر خمس علاوات من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسي كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018، وذلك متى توفرت الشروط الآتية: 1- إن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشترك في العلاوة المشار إليه. 2- يراعي في شأن هذا الزيادة أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منصوبة إلى أجر الاشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل في حينه، وتستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش. وفقا للمادة بالنسبة للمؤمن عليه على العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه والذي كان قد سبق منحه أي من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أي زيادة ممثلة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين وتتحمل الخزانة العامة قيمة هذا الزيادة. أشارت المذكرة الإضاحية لمشروع القانون إلى أن المشروع يستهدف حل مشكلة ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات. الآن حل ضم خمس علاوات لأصحاب المعاشات الذين خرجوا من المعاش اعتبارا من 1/7/2006 موضحة درجة القوانين المتعاقبة التي صدرت بمنح العاملين بالدولة علاوة منذ عام 87 في 1/7/2005، وكانت هذه القوانين تتضمن زيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة، إلا أن المشرع تغافل عن هذه العلاوة اعتبارا من أول شهر يوليو 2006، وبالتالي تم الصرف للذين خرجوا على المعاش قبل 1/7/2006 ولم يتم الصرف للذين خرجوا على المعاش اعتبارا من 1/7/2006، وبذلك يكون هناك تمييز بين أصحاب المراكز القانونية. ولفتت المذكرة الإضاحية إلى أن أصحاب المعاشات تقدموا برفع دعوة تداولت في المحاكم وحكمت المحكمة بضم الخمس علاوات، وقد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصدر توجيهاته لوزارة التضامن الاجتماعي بسحب الاستشكال على تنفيذ الحكم تعاطفا مع أصحاب المعاشات، وتم إرسال الحكم
إلى المحكمة الإدارية العليا والتي أقرت في مضمونها بعدم أحقيتهم، إلى أن بمراجعة كافة القوانين والأحكام وجد أحقية هؤلاء أصحاب المعاشات لضم الخمس علاوات إلى معاشاتهم حسب صدور قرار إنهاء مدتهم، وذلك تم تقديم مشروع القانون حتى يتم ضم هذا إلى العلاوات. تعديل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد. في سياق متصل تقدم النائب خالد شعبان عضو لجنة القوى العاملة بمشروع قانون آخر بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019 بصرف الخمس علاوات الخاصة لأصحاب المعاشات على أن تضم للأجر الأساسي، موضحا أن هذا القانون سيستفيد منه 10 مليون شخص محال إلى المعاش بواقع 80% من قيمة آخر خمس علاوات اعتبارا من 1/7/2006 على أن تضم للأجر الأساسي. يستهدف مشروع القانون صرف معاش على العلاوات الخاصة التي لم يتم الأجر الأساسي اعتبارا من 1/7/2006. دي كانت مجموعة الأخبار في نشرة النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد، وتدعمنا بلايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس، وكمان تشير الفيديو علشان غيرك يستفاد. شكرا ليكم على حسن المتابعة.